ارتكاب الجرائم التي تقوم بها عصابات الأسد، وثأرا لدماء الشهداء الأحرار، وانتصارا للحرائر العفيفات التي انتهكت أعراضهن، نعلن عن تشكيل كتيبة أنصار الإسلام في حلب وريفيا، ونتوعد النظام بضربات قاسية داخل حلب المدينة حتى تحريرها وتحرير كل شبر في سوريا، وسنبقى مكافحين ومجاهدين حتى إسقاط هذا النظام المجرم واستبداله بنظام شرعي من عند الله، والله على ما نقوله شهيد.